السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم تسونا جيمر، واليوم جايب لكم الحلقة 30 من اف تي بي اجري رينكس 2. وصلنا 30 حلقة، شيء جميل. اول شيء سويناه زي ما انتم ملاحظين، حولنا جميع الخشب تقريبا الى ستون بريك، صار شكل الجزيرة جميل نوعا ما. بس هنا مخلي دائرة او مربع بس كذا حركة، وكبرت هذا السملتر الثاني الاحتياطي، وعندك اللي هو الموب تراب لونته بعض الشيء، هذا ستون بريك لونه اسود، وعندك هنا اسود وسماوي وازرق وبريك عادي. فالخشب هذا ما لونته لانه بيصير ديرت اصلا، كورس ديرت. اول ما ابدا اسويه عاد بمليها كامله. فخلينا نسوي بهذه الحلقه زياده تجارب على الثوم كرافت. فخلينا نشوف اول مهمة عندنا بالثوم كرافت، ننزل لعند ثوم كرافت فيبغانا نسوي عدة اشياء. فعندك مثل الماجيك الثوماميك ستون اكسترودر، فاحنا لازم نسوي البحث اللي يودينا الى هذا الشيء عشان نصنعه. فخلينا ندور عليه، هو في اي صفحة بيكون؟ هنا؟ لا ما هو هنا. ارتيفاكت؟ ما هو في الارتيفاكت، اعتقد انه بيكون في الماشينز، اذا كان في تاب اسمه ماشين اوتوماجي يمكن. اشوف ولا واحد هنا وليس هنا. طيب هنا؟ لا. هذا ويتش؟ لا مش ما يكون هنا وليس هنا. وهذا حقة النحل وليس هنا. طيب لنعد الى البداية، ولا اقول لك خلينا ندور عليه ونرجع لكم. اوكي عدنا لكم، اكتشفنا انه ما في الاشياء اللازمة عشان نلاقي البحث اصلا، لانه لسه ما انفتح، فلما اكتب اسمه هنا ما يطلع، فعشان كذا لازم نسوي بحوثات قبل ذلك. فنبدأ بهذه الاشياء، اعتقد اني بحثتها من قبل. والستون بريك ما في له شيء اصلا. اوكي فخلينا نروح الى السيستم ونطلع الاشياء اللي عندنا ونبحثها واحد واحد، فهذا بيساعدنا على ما اعتقد. طيب هذه الاشياء ما فيها او ما يمديني اتعلمها لسه، فنفتحه ومثلا ناخذ اللحم وناخذ هذا الشيء. طب انت نحط رقم واحد ولا اثنين، وباقي الانفنتوري نعبيها اغراض مختلفة، فمثلا كلاي، وعندك الاسهم، وعندك الستيك، وناخذ السولسان. طيب هذه اشياء متنوعة، اعتقد انها تكفي. نجيب اشياء جديدة كذا 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 وكذا. فنشوف السهم بيعطينا سبيد على ما اعتقد، ولا لسه ما يمديني. اوكي الكلي بيعطينا موية وارض، اللحم بيعطينا اكل، لسه بدري. we need to study nature of death. طيب هذا الويك بلود لا شيء يمكن ان نتعلمه. السول ساند لسه بدري. طيب التوست لا نستطيع، والستيك طبعا بيطلع منه خشب، فأصلنا عادي. طيب نجرب دفعة ثانية من الأشياء، نجرب الإنجوتس اللي عندنا اللي موجودين هنا، عندنا مجموعة كبيرة من الإنجوت. طيب هذا يروح رقم أربعة. سلامات، مدري فجأة طلع لي الشموع جات لهنا، مدري جلتش ولا لا. ناخذ أيرون وناخذ كوارتز وجولد وكوبر وهذا البليز باودر. طيب اذا ما طلع لنا شيء جديد بكمل خلف الكواليس وبرجع لكم. فاول شيء اوكي جبنا ستكن جولد عادي، البليس باودر رميه رجع لنا، خلينا نرميه مسافة ابعد. لا مو ذا كذا. الجولد انجوت المفروض انه يعطينا حاجة، ومع لسه ما يمدينا. الجولد مع انه شيء اساسي ما يمدينا نتعلم ايش في داخله. طيب هذا اعطانا اثنين ايس وواحد ماجيك. الكوارتز بيعطينا اثنين دايموند، بالنسبة للايرون بيعطينا اربعة متل، والسيلفر يعطينا شيء ليس معروفا حتى الان، والليد برضو ما هو معروف. طيب خلينا نجمع هذه الاشياء ونبحث خلف الكواليس ونعود لكم. اوكي عدنا لكم اخيرا، جمعنا الكثير والكثير من الاسبكتس. شوف صار عندنا 200 فاير، مرة الفاير في اشياء كثير طلعناها منه، طلعنا كثير تيرا وكثير من هذا الشيء.
وطلعنا عناصر جديدة، منها البيست ومنها الإليان، وطلعنا بعد شيء ثالث اللي هو الترافل، هذا السلايم بعد، وبس يمكن الداركنس طلعناه من أول، ما أدري ما أتذكر. طيب فيمدينا نصنع بحث جديد اللي هو الثوموميوم إنجوت، يحتاج 3 متر وثلاثة ماجيك، فنضغط عليه كليك يسار واشتريناه. فالحين يمدينا نصنعه بأننا نرمي ايرون انجوت هنا، وشي يحتوي على 4 ماجيك، يمدينا نصنعه ونصنع الادوات حقه، ونروح ونجيب ايرون من هنا، ونجيب شي يحتوي على 4 ماجيك ونرميهم داخل هذاك الدرام، حبة ايرون وشي يحتوي على ماجيك اللي هو ايش كان، السبيريت، مو السبيريت ايش كان اسمهم، الشارد، ايوه الشارد، الشارد الوحدة تحتوي على 1، فنجيب 4 منها. تمام، نجي الى هنا، على ما اعتقد كانت الطريقة ارمي انجوت وارمي 4 من هذه، بعدين رايت كليك بالعصا، شفت كيف سويت انا، ما ادري بس الظاهر اني سويت شي خايس. اي والله اي شي بنفسجي في المود يعني شي خايس يضر بالبيئة، فتجربة فاشلة ولا ايش؟ كيف اعرف العناصر اللي داخلك؟ لا استطيع ان اعرف. اوكي تورطنا، خلينا نشوف نعيد، نحط ايرون ويكون في 4 ماجيك هنا، يمدينا نصنع منه هذه الاشياء. طيب خلينا نشوف كيف نستعمل الكروسبل ونعود لكم. اوكي زي ما انتم شايفين قدرنا نطلع الثوميوم انجوت بعد ما سوينا تجربة، فالغلط اللي عندي كان انه لازم ارمي 4 ماجيك بعدين ارمي الايرون، فنرمي 4 على طول ونرمي الايرون بعدها، وعلى طول يتحول الى الثوميوم. ففي هذه الاشياء البنفسجية اللي ما اعرف شيء صراحة، بس لما اوقف عليها تعطيني فلكس فلو، بمعنى مرض الفلكس، ما ادري يمكن في نقص في الفلكس في هالمنطقة ولا شيء زي كذا، فلما اكسرها ما تروح، بس لما احط بلوك فوقها تروح، فكويس انها تروح، بس ما ادري هل يعتبر اني جايب العيد الحين ولا لا. طيب خلينا نشوف الجوجلز، اعتقد كان اسمها كذا، ايوه، بس مو كل الاشياء موجودة عندي يا ليل. طيب خلينا نشوف الجلاس، نسوي له سكان باستعمال الثوموميتر، ممكن يكون فيه له الشيء الاخير، الجلاس والهاردند جلاس 2 هو مرة واحدة، عشان نشوف في شيء هنا، هنا لسه ما يمديني وهنا يمديني، لكن ما هو الشيء اللي ابغاه، شيء ثاني وصلنا عادي. طيب خلينا نرجع الشيء اللي كسرناه، ونرجع الجلاس والهاردنت جلاس، ونفتح الكتاب في بحث اعتقد. اوكي هذا اللي هم رجعوا من جديد، اصلا عادي سير النشبة، عندنا اشياء هنا فتحناها وين راحت، هنا يمكن، اي والله عندنا هذا الريكال ستون يمدينا نفتحه، فبسم الله فتحناه، ونفتح اللي فوقه يمدينا نفتحه بعد. طيب الريكول ستون وش يسوي؟ كان ستور 10 تشارج عن كوست 2 تشارج بالتليبورت، ايوه رينيم ستون بوينت، يعني يقدر يسوي لي تليبورت بس في دايمنشن واحد ولا دايمنشنات مختلفة عاد ما ادري. فالرسبي حقه سهلة بس يحتاج 5 ايرث وخمسة اوردو، لا 3 اوردو، بس الاوردو عندي وينها، عندي واحدة بس، فمشكلة هذه. خلينا نشوف الثاني يمدينا نصنعه الدايمنشن ستون، فنصنعه، فهو عبارة عن تطور له ولكنه يخلينا ننتقل عبر الدايمنشنات. اوكي هذا عبر الدايمنشنات، اما هذا خلال العالم. طب ايش فيه هذا لسه ينور؟ خلاص شفته، طب ما ادري نفسية شكله. فعندنا شيء ثاني في الالكيمستي، وين اي واحد كان،
ايوه هذا هو اللي هو الالومنتيوم. لما نفتحه هذا الشيء عبارة عن ايش؟ هذا الشيء يسوي انرجي، لازم احط 3 فاير وثلاثة هذا الشيء وثلاثة من الانرجي، ثم ارمي كول ويطلع عندنا هذا الشيء. خلينا نسوي حبة منه. اعتقد في مهمة تبغاه، خلينا نشوف المهمات اني ساحب عليها. انزل ثم كرافت. في مهمة ما سلمناها اللي هي هذا الماجيك ميتال، بيعطينا ثوموميوم بندنج. اوكي، اما بالنسبة للشيء اللي كنا بنسويه قبل شوية هذا هو، ايوه عندك النايتور وهذا الشيء الثاني. فكنا نحتاج ايش؟ كنا نحتاج الى 3 فاير، 3 هذا و3 انرجي. طيب 3 فاير تيجي من النذر راك. نذر راك ايوه، حط 3 منك و انرجي. طب لحظة، اي يا ليل، بعد ما كسرت السور صار نشبة يطلع كل شوي، ولازم نرجع السور عشان ما ينشب لنا، ونرجع السور من الجهة الثانية بعد. السور الثاني كان خشب ولا حديد؟ والله الزحمة هنا. خلاص بحط له بايب، ما عندي عاد ايش اسوي. مقفل اصلا، اوكي حسبته مش مقفل. طيب كنا نحتاج الى الشيء الثاني، اعتقد كان الكوبل ستون ولا هذا هو. اوكي هذا فيه له شيئين دفعة واحدة، فخلينا نرجع نذر راك. حبة جان باودر وانرجي. ايش يعطينا انرجي؟ ريد ستون كان، لا انرجي، هل يطلع كذا اذا كتبنا؟ لا ما يطلع. طيب اي واحد، خلينا نفتح الكتاب ونشوف الاشياء اللي تعطينا انرجي. هو يقول هل انا في هذه الصفحة الانرجي؟ لا هنا ايوه. فعندك اللي هو الكنترولر، وش ذا؟ كلها اشياء حق الامي سيستم، لا تستهبلون. ف كلها اشياء صعبة. طيب يلا ناخذ هذا بما اننا ما عاد نستعمله في الوقت الحالي. ما عندي شيء ثاني حق انرجي، المفروض ان الريد ستون واحد منهم، بس لازم اتعلم شيء ثاني قبل لا اقدر اكتشفه. طيب فنرمي، انت دخلك كم؟ 6. طيب نرميك ونرمي الجن باودر. اوكي نسينا نجيب الكول، نروح نجيب الكول ونرميها وان شاء الله يطلع عندنا هذاك الشيء المطلوب. اوكي جبنا الكول، خلينا نرميه. تمام طلع لنا هذا الشيء. اوكي وش سويت انا؟ اما هذا ينفجر اول مرة ادري. طب البلوكات راحت؟ اي والله شكلها راحت اصلا عادي. اوكي عدنا لكم، اكتشفنا التولز اخيرا واكتشفنا المان اللي قاعدة تطلعنا كل مرة. وبعد ما اكتشفناهم اكتشفنا هذه اليد وهذه المطرقة، هذه هي التولز اللي ازعجونا فيها. واستطعنا اكتشاف الالات لاننا مسكنا الاجهزة واحدة واحدة، فشفنا السولار بانل اعطتنا كل هذه الاشياء الجميلة. هذا هو التو، فماذا عن الثري؟ المفروض انه يعطينا اشياء اجمل. ما شاء الله اعطانا شيء جديد؟ لا ما في شيء جديد، بس اعطانا كمية هائلة من الايرون والخشب. فنشوف الليزر دريل بري تشارجر، ما شاء الله اعطانا اشياء كثير. هذا يعني ان الليزر دريل عنده شيء. كفو، اعطانا 5 من الشموع واعطانا شيء جديد، البرفوديو هذا حق التكسير، يعني البكاكس داخله هذا الشيء. طيب انا اكتشفت كل الاشياء اللي عندي في الانفنتوري ما عدا الاشياء اللي ما داخلها شيء اصلا. فهذا الماتوك مدري ليه ما هم راضين يوروني انه في داخله شيء، مدري ليه. طيب فعندنا شيء اخر نشوفه، الريسونانت انرجي سيل. اما بس كذا، المفروض يكون اكثر بالنسبة للكمية الهائلة اللي صنعناها منه. طيب نشوف هذا الريدستون بورت، داخله 6. الريدستون اخيرا ورانا وش داخله.
يلا اخر حاجة، اخر حاجة اللي هي الهاردند سيل اللي هو هذا الموجود هنا، المفروض انه يمدينا الحين. تمام قدرنا نسويها. خلينا نفتح الكتاب الحين بعد ما سوينا عدد كبير من البحوثات. اتوقع يمدينا نسوي النايتر. اي والله يمدينا، 3 شموع عندنا 3 وعندنا 1 فاير، وها قد صنعنا النايتر. النايتر يحتاج الى 3 من النار و3 من الضوء و3 من الانرجي، بعدين نرمي حبة جلوستون. طيب ما هو الشيء الذي يحتوي على هذه 3 اشياء دفعة واحدة؟ انا لا اتذكر ذلك. طيب يحتوي على ضوء ونار. طب نار موجودة في الكول، لسه ما سوينا سكان للكول. You can learn nothing. ما يمدينا نتعلم شيء من الكول. طيب الشاركول داخله فاير ولا ما داخله فاير؟ يا اخي المفروض بشكل طبيعي داخله. طيب هذا هو، حط 2 من الكول، وبعدين نحط ايش بعد؟ لحظة، انت الشيء الثاني تعطيه انرجي. اوكي كويس، يعني هنا عندنا الشيئين جاهزين، باقي الشمعة. الشمعة تجي من الشمعة طبعا. هل عندنا شموع؟ عندنا شموع هنا، نحط 3 شموع. باقي الجلوستون داست، خلينا نرجع نجيبه من السيستم حقنا. الجلوستون هذا هو الجلوستون. ليش عندنا 2 جلوستون؟ جلوستون the block is a lie، يعني تقليد. هذا كيف ينصنع؟ طيب اذا حطيناه بالارض كسرناه؟ لا يمكن كسره. اي بالدروك يعني ولا ايش يا ولد؟ ما ينكسر. اجل خلاص بيقعد هنا للابد. لا ما يصلح كذا. طب نحاول نكسره بس ما الحين. بنجرب البلوك بريكر عليه. بس ايش كنا نبغى نسوي؟ ايوه كنا نبغى نرمي حبتين منك هنا، وحبة من ال 3 من الشموع، بعدين نرمي الجلوستون ويطلع عندنا النايتور. هل اذا ضغطنا كليك يمين بيصير حاجة؟ لا ما في شيء. الا والله صار حاجة. ما هذا؟ اذا مشينا عليه ننحرق؟ لا. هل يقعد ينور كذا ويختفي ولا يقعد للابد؟ ما ادري، لكني لن اخاطر. والفلكس فلو طلع من جديد، مرت مدة ما طلع فيها، فشكله أول ما أبدأ أشتغل وأصنع أشياء يبدأ يطلع. فخلينا نجيب تشست ونحطه هناك للأدوات السحرية، ولا دبل تشست، نحط داخله أشياء السحر مثل النايتر. وكذا نكون خلصنا المهمة حق النايتر على ما أعتقد. تمام سويناها. تعطينا الواتر كريستال كلاستر، هذا الشيء موجود من ثوم كرافت، ويعمل كستابلايزر للانفيوجن اللي مدري ايش هو. طيب المهمة التالية الاكس، هذا اعتقد اننا بنطول معاه، فنشوف شيء اسهل مثلا عصا الجريت وود رود. نفتح الكتاب، انا لقيتها موجودة. وين كانت؟ في الثوم كرافتي. ايوه وهذا هو، وهذه هي. تحتاج 6 خشب و3 من التول و3 ماجيك، وصنعناها. نحتاج الى 2 من الجريت وود لوج، لكن ما عندنا جريت وود لوج اصلا، فهو كان موجود هنا. اي والله هذه هي. نحتاج الى 10 ماجيك و20 نبتة، فخلينا نشوف كيف نقدر نصنع الماجيك. هو موجود هنا الماجيك، عنصر اساسي، ولا يمدينا نصنعه؟ ماجيك ماجيك هذا هو، نصنعه عن طريق الفراغ مع الطاقة. طيب فراغ زائد طاقة، الطاقة وينها؟ هذه هي، مع الفراغ الدائرة الفاضية. نسوي كم من حبة؟ 15. طيب والشيء الثاني اللي نحتاجه اللي هو ايش كان؟ كنا نبغى نسوي السابلينج. نحتاج الى 20 من النبتة. النبتة ما هي شيء اصلي. طب كيف تنصنع؟ اللايف مع التيرا، لايف زائد تيرا. وين التيرا راحت؟ هذه التيرا وهذه اللايف، 4 حبات منها.
الحين يبدينا نصنع اللي هو السابلينج حقة الجريت وود. خلينا نشوف كيف تصنع. يا إلهي بال، شوف ايش تحتاج، ودينجرس، خطيرة جدا. طيب يعني نحتاج جنجل سابلينج وهذا الشيئين وثمانية بلوك باكيتات من الويتش واتر. يعني جمعنا حق هالأشياء على الفاضي لأنها دينجرس. عاد ما أدري كيف التجارب هذه ممكن تخرب العالم، فخلينا نجرب شيء أسهل من كذا. فنطلع للألكيميستري هذه، يمدينا نصنع الماجيك تالو الحين، ثلاثة لحم وواحد ماجيك، وها قد صنعناه. هذا الشيء هو عبارة عن يستعمل في الأشياء السحرية، نرمي روتن فليش مع اثنين ماجيك ويطلع لنا، نستعمله في صنع هذا الشيء. طيب فالمهم في مهمة تحتاجه أصلا، إيش كان اسمه؟ في مهمة تحتاج 16 جلاس فيل، خلينا نسويها. ماذا تحتاج الجلاس فيل؟ تحتاج إلى 3 جلاس وواحد كلاي. خلينا نروح نسويها. عندنا 6 قزاز وعندنا 2 كلاي، يمدينا نسويها ونسويه. لا تشيك وكليم ريورد، أعطتنا جلاس أوف فيجور وفيل أوف السنتيا. هذه داخلها 8 انسترومنت، ما أدري أي واحد منهم، لكن هذا البوشن حقت السترينث، فنرميهم بالسيستم. جميع الأغراض مع الجلوستون الكذبة هذا، أما اختفى، يختفي مع الوقت ولا من المطر اختفى؟ خلينا نشوف من جديد. نرمي حبة، أبى أشوف إيش خلاه يختفي، المطر ولا شكله يختفي مع الزمن؟ أوكي، معلومة جديدة وغريبة، أول مرة أشوف شيء زي كذا. أوكي عدنا لكم، خلينا نسوي واحدة من المهمات اللي هي الفريزنج دول، موجودة هنا. فالفريزنج دول هذه فائدتها انك تحطها في بارل مليان موية وطلع لنا الوحش اللي اسمه بليز، بس احنا عندنا البيضة حقه بس برضو بنستدعي. فنصنعها عن طريق البريشس دول اللي تنصنع بهالطريقة، حولها هذه الاغراض وعندنا الاغراض جاهزة. فنروح عند اي بارل مليان موية مثلا، هذا رايت كليك رايت كليك، ليه ما تشتغل؟ طب لحظة خلينا نفتح المهمة من جديد. ايوه سنو ان ايس بليس فريزنج دول ان ثموميوم، ثموميوم بارل، لازم ثموميوم بارل. طيب خلينا نسوي ثموميوم بارل. ثموميوم بارل يعني لازم 5 انجوت من من الثموميوم انجوت على ما اعتقد. ثموميوم بارل شو هذا؟ هاي نفس، مو كذا ينصنع يعني، ما بيقولوا لي كيف ينصنع، ما ادري. ذي النظارة سيارة تيجي في كل مكان، شوف كيف ينصنع هذا، هي تطلع لي، ما ادري ليه كذا سيارة تطلع غصب، تطلع بعد ما صنعتها، صنعت النظارة وصرت ألبسها وأقدر أشوف إيش في داخل عندنا داخل هذا الكروسبل إذا كان في داخله أغراض. فالحين هو صار فاضي، فخلينا نعبيه موية. عبي موية، ايش ذا في لاج؟ اوكي حط الموية هنا، تمام تعبت. طيب خلينا نوريكم تجربة فعلية عشان نعرف فائدة الجوجلز. فاذا رمينا 32 شارد زي ما انتم شايفين هنا، عندك 30، الله 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 وش ذا؟ قال ايش قاعد يصير؟ شكلي تحمس انا. خلينا نرمي الايرون، وهذا هو تحول على طول الى الثموميوم. لسه باقي شوية. طيب يا ليل، الباقي تحول الى ايرون دخل داخلها، فصار عندنا الحين ايرون، طلع لنا انرجي من تحت الارض، ما ادري في فلوكس فلو كثير، فهذا نقدر نشيله بهالطريقة، هذا شيء كويس. بس نقعد نحط كذا كل شوية، المفروض انه في طريقة نمنعهم انه يطلع اصلا كذا كذا، تمام. اي والله شوف هنا الحين في تيارة قاعدة تطلع، هو الموارد كل ما طولت هنا تبدأ تختفي، تطلع منها اشياء اخرى. خلينا نفتح الكتاب
ونفتح اللي هو الأجريمانسي. عندك هنا عدد من الأشياء يمدينا نفتحها. فأول شيء نبدأ بالقلب هذا، يمدينا نصنع هذا القلب عن طريق رمي الدايموند ويكون فيه سول وآرمور ولايف. يمدينا نصنع الأخضر والأصفر بعد أبو الفلة، ما شاء الله في أشياء أحسن بعد. يمديك تصنع الماجنوم تورش بهذه الطريقة، والله شيء جديد. طيب والكومبوننت مرة غالية، 20 20 20، لكن أنا طنخة. يمدينا نصنع جولدن كوين بس لما نرمي الجولد انجوت. واوش هذا؟ اوكارينا. اوكي يا ساتر، 100 و100 عشان نصنع هذا الشي. ويمدينا نصنع روبي بهذه الموارد الغالية جدا. السفن ديدلي سينز ما يمدينا لانه اللايف مخلص، بس الاورز هذه يمدينا نفتحها. اذا رمينا ستون مع 10 اير و اكستشينج بيطلع لنا اير انفيوزد ستون، وهكذا مع البقية. يمدينا نطلع المانا انفيوزد ستون كمان. اي والله صح، خلينا نسوي له بالثوميوميتر. عندنا هنا مانا ستون على ما اعتقد، مانا انفيوزد ستون وينه؟ اي هذا هو، عندنا 6 حبات منه. فناخذ حبة ونرميها في الارض، ونستعمل خوينا الثوميوميتر عشان نشوف شو في داخلها. المفروض داخلها ماجيك كثير. يلا داخلها اشياء كثير، شي جميل. طيب خلينا نرجعها الى هنا ونستعملها فيما بعد. مرة اللعبة صارت تعلق كثير، ما ادري ليه، يمكن لانه في اشياء كثيرة محطوطة هنا وهناك. اوكي جمعنا عدد من اللايفز الاسبكت عشان نقدر نصنع اللي هو السيفن ديدلي سن. فنفتحها ونشوف شو في داخلها. يمديك تصنع الراث شارد عن طريق رمي التي ان تي مع هذه 3 اشياء، والتين شارد هذا شيء جديد. انا عندي الانفي والراث بس هذه جديدة، وعندي البرايد هذه لما اذبح الوذر بوس. طب هذه جديدة، وهذه موجودة، هذه موجودة بعد، وهذه موجودة، وهذا شيء غريب. اما هذه وجبة من الهارفست كرافت شكلها غالية. فالشيئين اللي بنصنعهم هو التين شارد وعندك اللاست شارد. بس هنا في شيء جديد ما ادري ايش هو، ما قد صنعت هذا الشيء، ما اكتشفته اصلا. طيب خلينا نشوف صفحة ثانية. مثلا عندك الثومة ما ادري وشو، ولا اقول لك هنا الالكيمستري. ندور على اللي هو البارل. البارل بيكون موجود في مود الاكس استرس، فبيكون هنا المفروض. اي والله هذا هو، لكن انا احتاج مويه زياده وتولز زياده. فالمويه ما عندي شيء اجيب منه مويه، ما ادري كيف اطلع مويه زياده. ولكن التولز خلينا نشوف، اذا صنعنا بكاكس هل بيطلع منه تولز ولا ما بيطلع منه تولز. عندنا بكاكس اصلا، بكاكس عندنا هذا الايرون، وعندك هذا الجولد. اذا سوينا لهم سكان، مراد اسوي سكان، ليش في جليتش؟ اوكي قدرنا نجيب 10 من الورك، لكن باقي السوائل. فنجرب هذا الردستون السائل، هل بيعطينا واتر؟ كيف اعطانا واتر بس حبتين، نبغى اكثر من كذا. فنجرب نحطه في الارض، هل بيمدينا نسوي له سكان مرة ثانية ولا لا؟ فاذا سوينا كذا يمدينا بالفلة، ولكن ما يمدينا بهذه الطريقة. طيب الحين خلصنا منك، نجرب الحليب. الحليب اعطانا شيء جديد، سانو. اوكي واعطانا 2 من المويه. الملك هذا يمدينا بعد، كفو. الحين صار عندنا 6 مويه، المفروض انه يمدينا نسوي البحث. كفو يمدينا كذا، نكون صنعنا الثوموميوم بارل، 6 ثوموميوم انجوت و1 نجت. ويحتاج 5 واتر عندنا داخل العصا، بس ما اقدر احولها انها تصير بحث. طيب حاليا نحتاج 8 انجوت زيادة، يعني 4 واتر شارد زيادة، ولا اقول لك 8 واتر شارد لانه نحتاج النجت كمان. مدري ليه الواتر شارد اكثر شي عندي. طيب 8 واتر شارد، وقلنا نبغى 2 ايرون عشان يصيرون ثموميوم. طيب نروح الى حقتنا الكروسبل ونرمي 8 واتر شارد ثم 2 من الايرون، ويطلع عندنا
800 انجل. طيب نحول واحدة كذا، تمام. الحين نقوم بصناعة 800 بارل. لازم نحط العصا، لأنه أي شيء بالسحر يحتاج إلى شيئا من العناصر الموجودة، فهذا يحتاج إلى 5.5 وربع وخمسة وربع من الموية والنار عشان نقدر نصنع 800 بارل. طب كذا نكون صنعنا 800 بارل، نعبيه موية من هناك. طيب يلا خلينا نروح نعبيه موية. اوكي، والآن نضع الفريزنج دول هنا وننتظر حتى تكتمل النسبة الموجودة فوق. حاليا هي 10%، هذه هي شوفوها. اوكي الحين صارت 20%. فأثناء ذلك خلينا نسوي سكان للريسونانت باكيت، شوف ايش بيعطينا. والله أعطانا شيء كثير، شيء جميل. وعندنا هنا في الانفنتوري الجلوستون باكيت، فخلينا نرميه شوف ايش يعطينا بعد. والله أعطانا 10 من النور. طب كم وصل؟ 62%. طيب بنحطهم، بس بعد ما نذبحه نحطهم نسوي لهم سكان زي اللي قبله. هذا الأوبسيديان سوينا له، اي والله سوينا له، طلع لنا فاير وما الى ذلك. الكلاي، بس الكلاي بلوك ما سويناه، هذا هو البلس طلع. ونذبح بضربة واحدة، مسكين مات بضربة واحدة. المفروض اننا سوينا المهمة حقه الحين، تمام سويناها. والمهمة اللي بعدها تبغى الثوميك دول، فهي موجودة في الكتاب انا شفتها. خلينا نحطها بدال الباكت الفاضي، نشوف كيف نقدر نصنعه. معطيات كافية، كفو معطيات كافية. نرمي بريشس دول وداخلها جريد مع ماجيك مع سول. 8 8 8. طيب نصنع بريشس دول. A few moments later. اوكي فلنرمي المكونات. 8 واتر شارد، 2 زومبي هيد، 2 دايموند. الحين صار عندنا المكونات اللازمة، ونرمي البريشس دول ويطلع عندنا الثوميك دول، ونسلم المهمة. كليم ريورد، والباقي عندك جود. بسم الله، بيطلع لنا 16 كونفير بيلت اللي هو معروف. اوكي يا شباب، شكرا للمشاهدة، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. كان معكم سنة جيمر، مع السلامة.